التنفس. الطالبة أحمد نسرين نتعرف عليها أكثر في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من أحمد نسرين من ولاية سلمسان دائرة الرمشي. عمري 19 سنة، درست في مسجد النصر في دائرة الرمشي. أدرس علوم إسلامية تخصص أصول الفقه الثانية ليسونس. أقرأ برواية ورش النافع من طريق الأزرق. تفضل نسرين، أعيدي تعريف بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالبة بن أحمد نسرين من دائرة الرمشي. أقرأ برواية ورش النافع من طريق الأزرق بتوسط البدن. ما شاء الله. افتح على الصفحة 300. صفحة 300 الآية 50 قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وبئس للظالمين بدلا. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. شكرا، فتح الله عليك مواقعها. فتح الله عليك نسرين، شكرا لك. الشكر كل الشكر للطالبة نسرين على هذا الأداء. وننادي على الطالبة صوفي نهاد لتتفضل أمام لجنة التحكيم، ولكم هذه البطاقة التعريفية بالطالبة. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن سار على نبيه وتمسك بخطاه إلى يوم يلقى. معكم متسابقة صوفي نهاد بعدها من عمر 22 سنة، طالبة بقسم العلوم الإسلامية سنة ثالثة ليسونس فقه وأصول. أقرأ برواية ورش العنافع من طريق الأزرق بتوسط البدل. حفظ القرآن من مسجد عبد الله بن مسعود المشرفة عليه الأستاذة حياة بقايد حفظها الله. والآن أنا معلمة قرآن بمسجد عبد الله بن مسعود ببلدية شزوان.
أعيد التعريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المتسابقة نهاد صوفي، أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بتوسط البدن. ما شاء الله، افتحي الصفحة 363 الآية 21، قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا. حزب وقال الذين لا يرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا زيان مريم من بلدية صبرا، وأترككم مع فيديو تعريفي للطالبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معكم القارئ أبو زيان مريم من ثانوية بوزيدي محمد ببلدية صبرا. أدرس السنة الأولى ثانوي جامعة مشترك علوم. أبلغ من العمر 16 سنة.
حافظة لكتاب الله والحمد لله ولله المنة. أقرأ برواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق بوجه توسط البدن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم اللقب أي رواية تقرأ؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم القارئة زيان مريم. أقرأ برواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق بوجه توسط البدن. الآية 6: ألا ما هل إليكم يا بني آدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا معهد في تشريف أسمائنا وأسماء المتسابقات لبعض التصويبات. فتح الله عليك سيدي الشيخ. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وبعد، جزاكن الله خير جزاء على هذه التلاوات طيبة عطرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني ملاحظات أولية في أصول الرواية في باب ترقيق القراءات: الراء إذا سبقت بكسر أصلي فإنها ترقى كقول الله تبارك وتعالى فانتصير، كذلك في قوله تبارك وتعالى يبصرون، وكذلك إذا سبقت بياء ساكنة أو ياء مدية فإنها أيضا ترقى قل ذلك خير، قل ذلك خير. بالإضافة إلى الراء أو الواو أو غيرها إذا كانت مشددة في الآخر ينبغي علينا أن نأتي بالنبر
حتى يظهر الحرف. نقول مثلا مستمر، ما نقولوش مستمر، نقول عدو، ما نقولوش عدو. كذلك يعني ثلاث أمور ينبغي أن ننتبه إليها، ينبغي أن لا نغير الحركة، وأن لا نغير الصفة، وأن لا نغير المخرج. مثلا وما كنت متخذ المضلين، كنقول وما كنت، هنا تغير المعنى، بتغير الحركة يتغير المعنى، وبتغير الصفة يتغير المعنى، وبتغير أيضا المخرج يتغير المعنى. فهذه الأمور ينبغي أن نحذرها أيما حذر. كذلك بالنسبة لبعض الكلمات التي هي من أصول الرواية، ينبغي مثلا للملائكة تسجدوا، كيفاش نبدأ بها؟ حال الابتداء قطعية، ولكن قطعية ولكن مضمومة ولا مكسورة؟ مضمومة، مضمومة، نبتدئ بها مضمومة. كذلك قوله تبارك وتعالى وبئس للظالمين، لا هي وصلية، هي حال الوقف الاضطراري، حال الوقف الاضطراري حينما وقفت ثم شرعت، يعني أنا أقول لكم إيه، وكلما ثالثه مضموم ومن قبله تنوين محتوم، هذا شيخنا علمنا جزاه الله كل خير. فنقطه وشكله من الوسط فاقرأ به ولا تخف من الغرض، جزاه الله عنا خير الجزاء. كذلك بالنسبة للجانب الصوتي، الجانب الصوتي في العموم ما شاء الله، الشيء الذي نبهت عليه في الحصة أو الأمسية السابقة وغيرها كل سنة هو عامل الارتباك. أولا الارتباك يفسد نصف التلاوة، يذهب أولا بالنفس ويفسد رونق وجمال وبهاء التلاوة. الارتباك يقلع النص نتاع التلاوة. كذلك الجلسة، شوفوا القارئ أبو مدين المطهري جزاه الله كل خير لما جلس في الكرسي وشاد ريح مليح واعتدل وقرب الميكروفون هكذا وبدأ يقرأ، يسمع روحه يقرأ بأريحية. كي بعد الميكروفون لاحظوا تبدأ تبذل طاقة، تبذل وسع، فيرهق الصوت وما تأديش كما ينبغي. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لإعانته والرشاد. تجنبوا قراءة الرتابة، القراءة التعليمية، إن الإنسان يتفاعل مع آية القرآن، في مواطن الحزن نأتي بما يناسب، وفي مواطن الفرح بما يناسب، الحجاز مثلا للقصص، وهكذا. والله المستعان. تحيا الله عليك سي جمال بخشي رضي الله عنك بهذه التصويبات، تحيا الله عليك. نحن نتعلم والمقام ليس مقام تعني، فقط المقام مقام تعني بالنسبة للقراءة، والمقام ليس مقام تعليم طبيعة الحال لبسط المعلومات الخاصة في أحكام التجويد. سيدي جمال، سيدي أمين، يوجد رئيس لجنة أخرى اللي هو الشيخ محمد طياش، الله يرضى علينا وخلاص سيحكمنا ويحكم المتسابقين والمتسابقات. أخي طاهر لك الخط. شكرا لك دكتورنا الفاضل حمزة العدل. القرآن وبين ونجالس خيرة القراء وخيرة من رتل القرآن ترتيلا، نرتحل وإياكم حضورنا الأكارم من جو تلاوة القرآن إلى جو عطر الكلام في جلسة روحانية سيصرح بنا الشيخ والأستاذ محمد طياش في عالم من الروحانيات، وأكيد سيحاوره وسيضيف لهذه الجلسة توابل التشويق وتوابل الإبداع. دكتورنا الفاضل عيسى بن هاشم مدير إذاعة الإنسان، مرحبا بكم. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. سعداء جدا بحضورنا دائما في مثل هكذا جلسات، جلسات تحفها الملائكة. نشكر مرة أخرى القائمين على تنظيم هذه المسابقة، فهي سنة مأجورون عليها. ضيفنا اليوم هو الشيخ محمد طياش، أحد أعمدة تعليم القرآن الكريم بتلمسان، تخرج على يديه العديد من الطلبة المئات، من بينهم الشيخ جمال بخشي الكثير، شيخنا نعم، والشيخ ودود بن عمر وغيرهم كثير. بس شيخنا محمد طياش طبعا له دراية بالرسم العثماني والأنصاص القرآنية،
المؤكد أن وجود شيخنا معنا يدفعنا للحديث بأن القرآن الكريم كتاب هداية ومنهج وإعجاز، حفظه وتلاوته عبادة. هذه العبادة فيها أو غايتها العمل بما فيه في القرآن الكريم والاهتداء بهديه. ولا شك شيخنا الفاضل أن تعلم القرآن الكريم وتعليمه له ولهما الفضل العظيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. الشيخ بصفتكم كما ذكرنا أحد أعمدة تعليم القرآن. حدثنا عن التعليم القرآني في تلمسان، عن تجربتكم وعن استفادة أبناء تلمسان ولا شك أبناء الجزائر. تفضل. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على ملة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، إن ربنا لغفور شكور. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. القرآن الكريم له خاصيته، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. القرآن الكريم كما قال جمال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، دخلت الموضوع تألم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ماشي اسجدوا، وله وكلما ثالثه مضمون، هذا مفرش تلوين، وكلما ثالثه مضمون، وتلوين من قبل يكتبون، فاشكلوا ونقول الوسط، قربي ولا تخلوا، هذه اسجدوا ماشي ماشي شوية في الوسط. الكسرة تحت النقطة في الوسط، هذو ثلاثة، وكلما ثالثه مضمون، وتنوين من قبله محتوم، فاشكلوه ونطوه بالوسط، فقرأ به ولا تخبر. مثلا حضور انظر، محضور انظر، هل يؤذن لملائكة اسجدوا، الكسرة من تحت النقطة في الوسط داخل الألف، هذا الألف أصلي. يقول: وكلما ثالثه مضمون، مثلا فاتي لننظر، فاتي التنوين، هذه ملكة الجنة مقبولة التنوين، خاطئ. وكلما ثالثه بالضمه اسجد مضمون، وكلما ثالثه بالضمه فانه بالوصل غير سبعه، سبعه تعليمات، سوى ان اعطوا، الله يعلمكم، سوى ان اعطوا قولوا اذنوهما في سورة التوبة لا تنسهما، قالوا ميروا أو اكتب في النساء، قالوا ميروا أو اكتب في النساء، دخل ثم تم بلا امتراء، اختلف نبنه في الأنعام، وإن قال ثم تم على التمام سبعة وصلين، هذا الشعر بقلي. أما الأخرين كله نعم زال تظنون يكون وصلين، النقطة الوصلين فهو عنده النقطة نقلي، عنده الفتحة ولا كسرة ولا كسرة، النقلي أصله وقطعي، النقلي أصله وقطعي، تقطقه من طالبة مشرفة فتحوا عليها، قالت اسجدوا، هذيك ألف مبانش، وصلي، يقول لي: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، للملائكة اسجدوا، هذا الألف، وكلما ثالثه بالضمة فإنه بالوصل غير سبعة، وكلما ثالثه مضمون، والألف الأحكام مثلا: وأمال كما قلت لك، وأمال اقترف تقوى. وأمال يختار في القرآن ما يبانش، الآية وصلي، الآية وصلي ما يبانش القراءة، أي قراءة، حفص ورش كريم، يعني ما يبان الآية وصلي، في القرآن يبان، إلا يبان، أن من آمن، من آمن، ولو الحفص يبان، من آمن، ولو لا
مناما ويبرش نقل ويبرش أما هو حفص من النقل وكلما يسأل عن الأيدي فحبه وهذه قراءة مختلفة